اسبوعين اوريدي. انا خلصت وجهي بس شي حاطه باودر ومسوي كونتور باودري، ما حطيت بلاشر او كونتور، لا حطيت باودر فاتح هني وهني بحيث ان هذه المنطقه تكون اغمج نفس لون الفاونديشن. فهمتوا؟ ترى والله ما فيني شيء، قاعد يبين علي حزنانه او زعلانه وانا ما فيني شيء، ما ادري ليش، اتوقع بس عشان عيني. حتى اليوم زبونتي قاعد تقول لي ديني في جاي زعلانه، انا ما فيني شيء والله العظيم، قاعد صدق ما فيني شيء طبيعيه، بس عيني شوي معطيتني منظر التعبان او المكسور خاطرها يعني شوي. المهم بسوي معاكم لوك سويته حق زبونتي، صار ودي اطبقه. هو كان سوفت سموكي وايت سوفت، شي الوان بني لكن محدد. ما تدرون ايش كثر اخذ الهام من زبايني. اول شي راح اخذ قلم بني، داخل عيني. هذا بنات ام جي او شي كذي البراند، عندها نود موجود بني، وراح اسحب هني بهذا الشكل. كله بني هني بعد. اي قلم بني كريمي راح يفي بالقراض. بعدين راح اخذ شادو بني من اكثر بلت انا وايد احبه وايد استخدمه واستهلكه، هو بيوتي اوف سيكريت، وايد احب هالبلت. راح احط عليه شوفوا لو تلاحظون ان انا ما حطيت باودر فوق عيني، عقب هني راح اخذ هذه اضاءة افكت على جفن رطب. تعطيني لوك الماي. تقدرين تحطين لون بني بعد هني مثلا شوي، بس انا ما ودي. هذه انا يعني مو مغرمة، اللي بعده كثر ما هي حلوة. بعدين راح اسوي بلند اكثر كذي، ادخلهم على بعض شوف بحيث انه هو يكون مدرج نفس اللون. نقطع من تحت، ما راح احط اكثر ولا شيء. عقب راح اخذ كسارة رموش ومسكرة.
الحين الحين بحط البلمبر. ين البنات هذا يترس لك خطوط شفايف ويحافظ على الفيلر اطول وقت، ولونه حيل حلو مع مكياج بدون مكياج كيفك. الحين بحط الرموش، رمش طرفي بس. من ورا يسحب عيني مع سحبة، يسحب عيني مع سحبة الكحل. الحين أرد بالمسكرة وأمسكر براس الفرشة بالنص هني. ليش؟ عشان ادخلهم مع بعض ويبين بين شنا الموشي مو شنا انا حاطه يا طاحت لما طالع تحت شنا رمشي انا. اوكي الحين ايش راح اسوي؟ البرونز فرشه صغيره صغيرة قاعد يصور. بعدين شذي أدمج على الخفيف. اوكي عقب انا ما نثرت الباودر، قبل ما انثره راح اخذ الماجيك بلاش. بسم الله وهاي العلبة ليش ما قاعد تبطل؟ ماجيك بلاش ابي البلاشر يكون واضح عندي ومو مطفي، فهمتوا؟ بفرشة الفونديشن اللي انتي موزعة فيها فونديشنك. بعدين هذه الفرشة انثر كل الباودر سايد. ارد شوفوا اذا كذي سويته ويظل الوجه نظر، يعني ما تحطون عليه باودر. انا اوريدي اكون مثبته وجهي قبل لا انثر احطه. اوكي عقب شو راح هذا بنات صدق عجيب حيل حق هذه الحركه، ومو اضاءه يعني كنت انت مو حاطه اضاءه، فهمتوا؟ عقب لونه عجيب حط محدد
لون محدد عجيب. عقب بحط في الحمرة هذه من عهود اسمها بيتش داي، حلو حق البيضة. لونها عاد ما ادري هاي موجودة ولا لا، بس حلوة لونها مشمشي على وردي حق البيض، حيل ستايل. الحين دقيقة البس العدسات. اليوم راح البس عدساتي هذيل هما بنات من أمارة اسمهم دي لاتي، راح اوريكم لونهم. وايد طبيعيين حق اللي يحبون اللون الطبيعي اللي شي يعطيك لمعة بالعين، وغير كذي تكون تعطي وايد افكت اللي العين فيها جاذبية، فهمتوا؟ وحلوة حق شكل يومي، وايد حلوة وناجحة بصراحة. بس دقيقة احتاج عود اذون، انا اوريدي حطيت ميك اب، حط اخر شيء واريكم شلون اتينن. شوفوا لونهم بالعين طاب، لونها وايد حلو بنات. تستخدمينها بشكل يومي، مريحة مريحة مريحة، ما راح تحسين ان انتي لابسة عدسات ثقيلة او ضايقك او ايا يكن. وايد خفيفة، وقطر العدسة 14.2، يعني ما تعطيك عيون اللي شوي يسمونها انمي او شيء كذي. شو جمال اللون، ترى على عيني مو متحسسة، على عيني شيء ثاني عادي. عن سرفيجات دينا قلت العدسة، قاعد أقولهم والله مو العدسات، أنا شيء ثاني نهائي، أنا وين العدسات وين. شوفوا كذي بس عدسات، حين بحط سكرة على الرموش بشكل بسيط عشان تظل العين مرتفعة، ما أحس إن هي نازلة. كحاول بعد أزيد مسكرة بداية العين، يعني الرموش. عقب الحين بحط يدوب من قدام آي لاينر. ما أدري وين أي شيء أبي يختفي من قدامي. بحط الأيلاينر يدوب هني، شذي يدوب شيء بسيط. بس الحمد لله زي ما بقول لكم مزهور، عشان راح اخذ برش كبيرة تشوفوا شلون يصير الخد عجيب، لان حطيناها فوق البلش الكريمي، وارد ادمجها بعد
بالبلاشر الكريمي طعم شحرات الوجه يصير خيال. يعني هذيل الاثنين مع بعض اذا انت ودك لوك تشلي ماي 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 تعرفون احساس الماي تعطيكم اياه بصراحه وايد المكس ولا غلطه خطير خطير. بس الحمد لله زين الحين خلصت يا دوب بس بنظف تحت عيني ابدل وارجع لكم. الحين صار وقت تعطيره. اول شيء كذي بحط وردي هني وهني بس نقطة اوكي عقب لاني شوي مستعيلة راح احط دارك من مصري. يعني هذا العطر ما يحتاج تبخرين معه ونقطة من دوفا. دوفا وايد حلو بارد دارك ثقيل. هذيل الاثنين من مصري صراحة هما توب عندي كذي خالصين. دنات مكياجنا بطلع نكمل سوالف مع بعض.